السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تفسير الكومنتات الخاصة بالحلقة 200 أحلام. السلام عليكم ورحمة الله. حلمت الحلم أذكر منه عجوز ونسيت اشتريت ايه، ده بعتته على الواتساب فتحية وتفسر خلاص يا أحلام. سارة ربنا يبارك في عمرك يا رب، ربنا يبارك فيك. ماما ميمي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مطلقة وحلمت دخلت بيت الخلاء لم أعرفه، وكانت ضيقة جدا، ولما قفلت الباب كان المفتاح منفصل على الخشب، وقفلت الباب وهو منفصل وقلت أنا مطمئنة الآن. بصي، هو رمز لكرب، رمز الكرب، لكن نسأل ربنا ان هو هينتهي على خير. هو كرب بسبب شخص، هو الباب اللي اتقفل والمفتاح والكلام ده كله، ده رمز الكرب بسبب شخص، لكن هيزول بإذن الرحمن. شوشة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حلمت اني اتغوط اكرمكم الله في حديقة منزلي بجانب النخلة، ثم جاء ولد صغير لا أعرفه، فقمت ونزلت ثيابي على جسمي ولم يرى عورتي، ثم جاء ابن أخي الصغير اسمه عزام وأخرج الولد الصغير، ورجعت جلست وأكملت التغوط أكرمكم الله وشعرت بالراحة، ثم قمت ونظفت الغائط في الماء. ربنا يرزقك الخير. بصي، الحديقة وقلنا الحرس والحاجات دي كلها، دي رمز للنساء، ودي امرأة واضح ان هي من اهل زوجك، علشان النخلة اللي انت ذكرتيها. الخير في عزام اللي اخرج الولد الصغير، ده معناه انه كرب او هم وهيزول، والتغوط اللي انت اكملتيه ده رمز ليه، خلاص الراحة. طالما اكملتي فده دفع خبث من حياتك، خلاص هيزول بإذن الرحمن. جمال مرحبا. حلمت ان اختي الكبيرة طبخت سمك مع مرق طماطم وكنت اكل منه، كان لذيذ جدا، وبعدها رأيت سنتي السفلى انكسر منه قطعة صغيرة وقلت عادي هل سألصقه. طيب ربنا يرزقك الخير. اختك الكبيرة اللي عملت السمك والكلام ده كله، ياريتك ذكرتي وضعها، لان ده رمز، او حتى اسمها، لان ده رمز، لان في رزق هيجيلكوا عن طريقها، ده رزق وعن طريقها، او رزق بمعنى اصح ليكي وليها. السنة اللي تحت اللي انكسرت ده رمز لمشكلة بينك وبين امرأة، ده مشكلة بينك وبين امرأة من اهلك، لكن معنى هلزقة والكلام ده كله معناه انه في صلح مرة تانية بينك وبينها. روزي جابر السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حلمت باني اخدت من اخو زوجي اسمه عماد بنت جميلة جدا رضيعة، وشلتها ولعبت معاها ونيمتها جنبي، وبعد يومين حلمت باني اخدت من اخو زوجي الاخر اسمه حمدي برضو بنت جميلة جدا رضيعة، وشلتها وقلت بسم الله ما شاء الله. وحلم زوجي بانني ذهبت للدكتور للولادة، وكانت معانا اخته اسمها فوزية، واخبرني الطبيب باني ساضع بنت. ربنا يرزقك الخير. بس كل الرموز رمز لي، يعني كل الرؤى رمز واحد، ان في دنيا وفي فرحة مقبلة عليكم بإذن الرحمن، لكن في فرحة هتجيلك عن طريق اهل زوجك، في فرحة وفي رزق وفي خير كتير هيجيلك عن طريق اهل زوجك بإذن الرحمن. نسأل ربنا انه يكون قريب. مهند أسامة حلمت اني مسافرة السعودية ورايحة اختم الورق في المطار، وامي ماشية معايا وانا بختم، عيني دمعت مش مصدقة ان اخيرا حلمي اتحقق، وكان معايا محشي وفراخ. جيت ابص لقيت الفرخة صاحية، ورحت اركب الطيارة، وكان زوجي جاي يقابلني في المطار هنا في مصر، ونرجع مع بعض السعودية في الطيارة، وخلص الحلم قبل ما اشوف جوزي. بصي، هي الرؤية لحد كده كنت حابة انك تقوليلي ان كان في مشاكل او لا، لان لحد كده يعني الرموز مش حلو، لحد كده الرموز مش حلوة، لكن لو في مشكلة فالرموز هتكون طيبة، انه في يعني ان شاء الله من بعد يعني مشكلة كده حصلت ما بينكو، انه في ان شاء الله اخبار طيبة وفي
تقارب ما بينكم، لكن لو ما فيش مشاكل الرؤية هتكون مش طيبة، استعيذي منها علشان ما يكونش فيه أي مشاكل تقع. انتي كاتبة رؤى تانية بس برضو، يعني زوجك لسه مسافر. طيب ربنا يرزقك الخير. طالما ان زوجك لسه مسافر، يعني انت ذكرتي اقول الحمد لله، فده معناه انه ان شاء الله باذن الرحمن ده في طريقك للسعاده باذن الله. بس يعني ما تخليش انه يعني امراه تعكر صفو حياتكو او تتدخل ما بينكو. الفرخه اللي كانت صاحيه دي، ده معناه ان في امراه هتحاول ان هي تسبب مشاكل ما بينكو، الله اعلم ان كانت من اهلك او من اهله، لكن هي هتقول كلام كده عشان تسبب مشاكل ما بينكم. خلاف كده الرموز طيبة جدا بإذن الرحمن طالما انه مسافر. الهام، حلمت ان شخص مجهول تبتلع دوامة من الوحل، فمددت يدي اليه واخرجت منها وكان على وشك الغرق، لم يبق ظاهرا منه الا عينه وكان خائفا. ده معناه انه في شخص هيصلح امره على ايديك يا الهام. ده شخص يعني هيكون في وضع مش طيب، هيكون بعيد عن الدين، هيكون يعني صفات كتير فيه مش طيبة، لكن معنى انك انت اللي عملتي كده معناه انك انت هتكوني سبب في ان الشخص ده ينصلح حاله للأفضل على ايديكي بإذن الرحمن. ميرفت، بدأت شغل صوف بالبيت وبعرضه بدكان بيع الملابس، ورأيت اني بشتغل بمكان زي بوفيه، وكان معايا صبي اسمه عبد الله لون عيونه خضرة وأشقر غير في الحقيقة. كنت أنظر إليه وبقلبي شيء بقوله راح نقدم شاي ونعمل حلويات، فبيقول لي يلزمنا فقط كراسي، وكان معاه قفل أبواب بيقفل بيه المكان. بقوله نفس قفلنا يلي بالضيعة، قفل موديله غريب وفيه مسمار أسود فولاذ. ربنا يرزقك الخير. الرؤية كلها رمز للأرزاق خاصة ولصلاح حالك، يعني اصبري ان شاء الله هينصلح الحال في مناسبة طيبة. الحلوى والشاي والكلام ده كله ده رمز لمناسبة طيبة، والأرزاق ان شاء الله هتجيلك بإذن الرحمن. بس بس الرمز هنا للقفل اللي فيه مسمار، ده رمز لشخص يعني رجل، ده رمز لشخص رجل لكن صفاته يعني حابب ان هو يتسبب لك في ضيق، حابب ان هو انك تتركي العمل ده او انك يعني ما يكونش عندك مكان خاص بيكي، يعني حابب انه يتسبب في اي اذى ليكي في رزقك. ده رجل. اسماعيل، المفروض تفسري بالدور، ده رابع بس اكتب الحلم وما يتفسرش، وكنت كاتباه اول ما فتحتي. ما احنا بنمشي بالدور، يعني ربما انه اول ساعة، بعد كده يعني بناخد حتى نص ساعة او ربع ساعة من اللي تحت او من اللي في المنتصف، علشان حتى لو ما اخدتش بترجعوا تقولوا ان احنا كل يوم بندخل وما بنلحقش وبتفوتي الرؤى. حنان، ده طويل قوي يا حنان. لكن حلمت انه في ناس كتير متجمعين في بيتنا وكان في اكل كتير، وكانوا موجودات صديقاتي ايام الدراسة، نورة واسماء، واحدة اسمها الصغيرة، والباقي نسيتهم. واسماء صارت تقول لي شعرك مش مرتب، صرت اقول حتى شعرك، وضحكنا وفعلا كان شعرها مش مرتب وانا شعري كان مرتب. ورحت المطبخ لقيته كبير عكس الحقيقة، وامي موجودة بتطبخ وفرحانة، وكان المطبخ كله اكل، وكان في صحن ألومنيوم في رز ابيض مع قطع سمك مقلي، كان في بالي كبد سمك مقلي وانه لاخوي عيسى، وكنت اشيل الكبد المقلي واكل من الرز الابيض، واكلت بيتزا كان عليها بيض. وامي صارت تقول لي انا خليت لك رز عشان بعد ما يروحوا الناس اكل. وطلعت من المطبخ كانت صديقتي الصغيرة بتاكل، وخلصت اكل وراحت تغسل ايديها، وبعدين شفت ابويا بالحوش، كان لابس جلابيه بيضه وعليها جاكيت قط لونه بني وعليه شيء ابيض طويل، وسمعت شخص بيقول هيطلق رصاص، فانا خفت على ابويا وقلت لابويا روح ادخل بالغرفه. وفجاه كنت بالمجلس مع مجموعه كبيره من البنات، وكان في شاب عمره 18 تقريبا قاعد عندنا، وكنا بنقول له اطلع بره لانه في بالي هو الشخص اللي كان هيطلق الرصاص على ابويا،
ورفض يطلع، وكان بياكل فطيرة بالعسل وأنا كنت باكل فطيرة بالعسل، وكان يطلع عسل من الفطيرة وكنت أحس بطعم العسل وأنا نايمة. ربنا يحفظك يا رب. بصي، هي الرؤية كلها رمز ليه، كرب ليكي وكرب لأحد الرجال. على فكرة الفطير يا جماعة مش حلو في الرؤى، يعني الفطير مش حلو في الرؤى. الفطير بالعسل هنا ده رمز لأمرين متوقفين ليكي ولأحد الرجال في البيت. هنا الشخص اللي حابب يطلق الرصاص ده شخص حابب انه يعني بيتكلم عن والدك، حابب يتكلم عن والدك بكلام مش طيب، لكن يعني ربما انه بيتكلم لاشخاص مقربين من والدك لانه ما صابوش، فده معناه انه الاشخاص دول، او انه ما اطلقش، فده معناه انه الاشخاص دول بيعلموا والدك انه على خير، فالحمد لله ما فيش اي اذى. الجزء الاول اللي هو الخاص بالبيتزا وبالسمك والرز والكلام ده كله، ده رمز برزق ليكي انت ان شاء الله باذن الرحمن، براحة في حياتك وبتحقيق امنية. ليه؟ اخوك عيسى اللي انت ذكرتيه هنا ان في رزق مادي هيجيله باذن الرحمن، والله اعلى واعلم. رأيت اني دخلت غرفة تحتوي على مسبحين، وفي يدي عربة بقلاوة، وكانت الأرضية زلقة فلم أستطيع التحكم بالمشي، وحاولت التمسك بحنفية المسبح الأول فلم أستطع، وبقيت أنزلق إلى أن اصطدمت بجدار وترت وقعت في المسبح التاني به ماء دون ضرب. بص، هو عملين، أنا مش عارفة أنت كنت في عمل وهتنتقل للتاني، ولا أنت لسه هتروح عمل بس مش يعني ما فيهوش راحة، هتنتقل للتاني هو اللي بإذن الرحمن هيكون فيه الخير. ده رمز لعملين، الأول طبعا المسبحين دول، الأول طبعا يعني الأرض الزلقة ومش عارفة أتحكم ومش عارفة أمشي، ده معناه أن الأمور متعسرة معاك شوية، لكن الخير في المسبح التاني اللي كان فيه ماء ونزلت فيه، ده معناه أنه إن شاء الله بإذن الرحمن ده عمل تاني أو مكان للرزق تاني هيكون لك فيه راحة بإذن الرحمن. ياسمين بدران، انا عزباء، كنت على علاقة بشاب لكن انفصلنا، كان نفسي ارجع له، طلبت من صاحبتي تصلي صلاة استخارة لربنا بنية انه يرجع لي. المهم حلمت اول مرة ان انا زرع ابيض ريحته جميلة جدا من ورد الياسمين، لكن في حد بيحرس جزء من الزرع. صاحبتي زعلت، ليه بيحرسوه؟ قلت لها لازم يتحرس، بكرة أزرع غيره، واديتها وردة رغم أني الأول ما كنتش راضية أعطيها وردة. الحلم التاني بعدها بفترة أني بدخن قوي، قالت لي ليه؟ قلت لها سيبيني، مع العلم أني مش بدخن. انسي الشخص ده يا ياسمين واستغفري كتير، لأن التدخين ده رمز الذنب، التدخين هنا رمز الذنب، فاستغفري، لأن قلنا التدخين أو الدخان أو الكلام ده كله ده رمز لذنب ورمز كمان لسعي في امر دون جدوى، فالشخص ده ما فيهوش خير. الارض كانوا بيحرثوها فخلاص، ده يعني علاقات وخلاص بينتهي امره، فما تزعليش عليه، ان شاء الله ربنا يرزقك الافضل منه، اللهم امين. ام محمد، احلى لايك، ربنا يحفظك يا ام محمد. حلمت ماشيه مع ناس في غابه، هواء نقي واشجار عاليه وكتيره، وكنت لابسه اسود فكسرت انا بيضة على ملابسي، وساح صفار البيضة علي وساح صفار البيضة عليا. بصي يا ام محمد، هي اولها كده يعني كانت رمز طيب، بس في حد هيحاول يتسبب ليكي في مشكلة، نسأل ربنا ان هي ما تقعش. في حد هيحاول يتسبب بينك وبين زوجك في مشكلة، ربما انه من اهله، نسأل ربنا انه ده ما يحصلش. اولها كده الهواء النقي والاشجار العالية، ده رمز ان الامور كانت ماشية معاكي طيبة، اللون اللي انت لبستيه ده رمز ليه، سعة الرزق، فدي ناس كنت بتعامليها كويس، بس اول ما هيجيلك رزق وهيظهر عليكي خير او هيبان ليكي يعني هيبان عليكي خير، الاشخاص دي هيحاولوا يفتعلوا مشاكل بينك وبين الزوج. فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حلمت ان امي ماتت، صحيت والدموع في عينيا. الام رمز للدين يا فاطمة ورمز للامان، فلما تشوفي ان هي توفت فرمز انك تحاولي تزودي في الطاعات
ومن بعدها ان شاء الله باذن الرحمن في فتره راحه وفتره امان. والبكاء هنا ده رمز، طالما انه ما فيش صراخ فده رمز لدموع فرح ان شاء الله باذن الرحمن هتلقيها، ده رمز لفرحه. بس اولا عليكي والتقرب لله من الناحيه الدينيه، هو ده رمز وفاه الام، من وراها في ان شاء الله هتدمع عيناكي فرحا باذن الرحمن. سارة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شافت بنتي انها عند زوجة اخوها عندها غرفة كبيرة، بتقول لها بنتي الغرفة واسعة وكبيرة، والغرفة كان فيها مائدة وسجاد. قالت لها بنتي افرشي الغرفة، اعملي فيها صالون وكده، بقى مكان للسرير بتاع البيبي تحطيه هنا. بنتي قالت كأني ارى في الغرفة سرير الاطفال ابيض وبطانية وردي. طيب ربنا يرزقها الخير. اولا الغرفة او الغرفات او الكلام ده كله، ده الغرفات ذكرت بالامن، فده امن وراحة باذن الرحمن في حياة بنتك وحياة زوجة ابنك. المائدة والسجاد يعني يا ريتك ذكرتي ان كان في حد على سفر، يا ريتك ذكرتي. باقي الرؤية كلها رمز لأن إن شاء الله بإذن الرحمن في ذرية على خير بإذن الله. بس الرموز هنا إن صدقت فإن هما طفلين متتابعين، بس الرمز هنا البنوتة. راجية الجنان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حلمت إني فتحت التلاجة عشان أكل فراخ مشوية جاهزة كانت في التلاجة، يعني أنا كنت عارفة إن في فراخ مشوية في التلاجة ورايحة أكل منها، لقيتها مش موجودة، يظهر حد أكلها، وموجود أطباق فراخ نية عشان نطبخها بكرة وحلويات كتير، وأنا مكلتش حاجة عشان أنا في الحقيقة مش باكل سكريات. في الحلم جه في بالي برضو إني مش باكل سكريات. طيب ربنا يحفظك يا رب. بصي الفراخ المشوية اللي انتي كنت شايفاها دي، ده رمز لي يعني حقد او مشاكل مع نساء، لكن هتزول. معنى انك ما لقيتيهاش ده معناه انه هتزول، ده حقد وكراهية ومشاكل من نساء، بس هتزول بإذن الرحمن. الفراخ النية والحلويات والكلام ده كله في التلاجة، ده رمز الأرزاق لسه في علم الغيب، دي لسه مقبلة بإذن الرحمن عليك، نسأل ربنا تكون قريب. ذا فوكس، حلمت إن خالتي فاطمة قاعدة على الأرض ماسكة صينية حنة وشمع منور فيها، فجأة في شقة بتكلم مع زوج عمته محمد فوزي، ببص ناحية المطبخ في زجاج عاكس، شفت عمه محمد فوزي وهو طالع من الحمام. ربنا يرزقك الخير. بس الرموز هنا رمز ليه ان شاء الله باذن الرحمن خروج محمد فوزي ده من كرب. بالنسبه لك انتي انه ان شاء الله باذن الرحمن ده رمز خاص بارتباط، وان صدقت الرؤيه ان شاء الله باذن الرحمن الرمز هنا ليه عمين. نسال ربنا انه ان شاء الله باذن الرحمن يكون قريب، بس الرمز هنا يا انتي متذكره الاسم، الرمز هنا ليه عمين. منى حسنين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رأيت رؤيا ان مع مجموعة من البنات لا اعرفهم، ولكن كانوا يتكلمون معي على انهم اصدقاء، واخذوني لمكان به ماء مثل المسبح، وطلبوا مني اني انزل في هذا الماء لانه من عند السيدة مريم عليها السلام ويشفي الناس، واردت ان اخذ العنوان لكي احضر مرة اخرى، وقالوا لي انزلي مكان يدعى عزبة النخل. ربنا يرزقك الخير يا منى. بس يعني انا هقولها على انك عزباء لان هو ده الرمز اللي جاي لي. فالرمز هنا رمز ليه انه ان شاء الله باذن الرحمن البنات اللي معاكي دول رمز للدنيا وللسنوات المقبلة ان شاء الله باذن الرحمن عليكي. اولا وقراءة سورة مريم، وانه باذن الرحمن في شفاء ليكي، وفي ولد صالح وبر بيكي جدا 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 هيكون في حياتك بإذن الرحمن. بس معلش هو في ظلم كده، يعني في ظلم كده هيقع وإن شاء الله هيزول سريعا. حليمة،
هذا سؤالك عشان سألتيني وقت البث وكان في ضعف في الصوت، راح الصوت نهائيا عن الحرمة اللي كانت تشخمط في ظهري. مالها؟ هي متينة شوية وفاتحة شوية، سمراء اللون، متوسطة الطول. هذا أوضح وصف الحرمة، وكما قلت اسمها حياة. طيب ربنا يرزقك الخير. بس الرموز كده مش خاصة بيها يا حليمة، يعني المرأة دي يعني نسأل ربنا ان هي على خير، لان معنى الاسم ده ان التعبير في اسمها. واضح ان انت في الفترة الاخيرة دي يعني حصلت لك حاجات كتير مش طيبة وبتتذكريها. هو ده حياة اللي قاعدة بتعلم في ظهرك وبتشخبط والكلام ده كله، ده معناه ان في حاجات في الفترة الاخيرة دي انت بتتذكريها لكن ما فيهاش خير. هو ده اللي هي كانت بتعمله في ظهرك، والله أعلى وأعلم. طه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حبيبتي سمراء، حلمت اني مربية في روضة، اني مربية في الروضة كما كنت في الحقيقة قبل ان احال على المعاش. كنت في الروضة مع الاطفال، وكان فيهم طفل ذكي جدا، وكان يحمل في يده كراريس كتيرة. وحين حان وقت مغادرة الروضة قالت لي امي اعتني كراريسه لأخبئها له، فحملتها لها. وبعد غادرت أنا كذلك الروضة. لما خرجت رأيت ابن عم ابني، لا أذكر من هو، وأتى معه طفل، لا أذكر إن كان ذلك الطفل الجميل الذكي أم طفل آخر. مشينا معا، وفي الطريق جلسنا في مكان لنا كل شيء. وبعد صار الطفل كأنه شاب ذو عضلات قوية ومقابلني على الطاولة وجها لوجه وهو يأكل. لما فرغ من الأكل أراد أن يخرج وينتظرني. قلت له هل أطلب من محمود أن يشتري لك شيء؟ قال لا. فابتسمت وقلت في نفسي كيف أقول له هكذا وهو بذاته ابني محمود. كان في الأول لم أعرفه، كأني في الأول لم أعرفه وفي الأخير عرفته، لذلك ابتسمت. ربنا يحفظه لك يا رب، ربنا يحفظه لك يا رب. بس معلش، هو ابنك على خير، وابنك هو الطفل الذكي اللي جه في الاول ده، فهو لو خد فرصة في خير كتير قوي هيظهر فيه بإذن الرحمن. ابن عمه اللي جه ومعاه ولد تاني اللي بيدخل عليا بولد ده هو ده رمز للكرب، وواضح انه طالما جاي من ابن عمه فده كرب، يعني من ناحية اهل ابوه ومن ناحية ابوه، فهو كرب ربما انه مهموم بسببهم. الخير هنا في الشاب وانه بقى ليه عضلات قوية والكلام ده كله، ده رمز انه بإذن الرحمن ابنك هيتبدل حاله. شوفي من طفل وكان وضعه ايه لشخص وعضلات والقوة والكلام ده كله، ده معناه انه بإذن الرحمن في ابدال في حاله بإذن الرحمن للأفضل، وان شاء الله بإذن الرحمن دي قوة في حياته، يعني ان شاء الله بإذن الرحمن في خير كتير قادم عليه في حياته. طالما الابدال ده حصل من طفل للوضع ده، اعرفي انك هتشهدي ليه ان شاء الله بإذن الرحمن حياة طيبة جدا جدا بإذن الرحمن. صباح السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. حلمت أختي لقيت خاتم بس كان معوج. قلت لها ده بتاعي، فدتهولي وأنا عدلته من العوج ولبسته، وكانت ماما قدامي مطلقة وعندي بنت. ربنا يحفظك. بس كنت ذكرتي اسم أختك اللي لقيت، يعني عشان نعرف تلك الأسماء ليها رموز مهمة جدا زي ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيهتم بيها. الخاتم المعوج وانتي عدلتيه، ده معناه انه شخص يعني احواله كده فيها يعني ما فيهوش استقامة بمعنى اصح، فربما انه هو مقصر من ناحية صلاة، مقصر من ناحية التزام، في حاجة كده مش مستقيمة. من بعد معرفتك الشخص ده يعني هينعدل حاله، ربما انك هتكوني سبب في انعدال حاله، والله اعلى واعلم. سمر نور، طويل او يا سمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحلم طويل، حلمت كأني يوم زفافي وتزوجت رجل مجهول طويل لم أرى وجهه. كنا بغرفة بنتفرج على ايه، وكان في امرأة هزيلة على سريرنا مريضة وسقطت على الأرض، وطلبت منه أن يساعدها وحملناها مع بعض ووضعناها على السرير كأنها كانت عشيقة سرية للرجل الذي تزوجته. خرجت أنا من الغرفة وعدت ورأيتها تطلب منه توقيع بورقة مثقوبة، لكنه رفض ولم تعد المرأة موجودة. وكنت أعمل مقارنة بينه وبين خطيب سابق، وقلت على الأقل
ده غني كأنه ذو شأن بعائلته، كأنه مطلق ولديه أولاد، لكن لم أراهم وكنت بالغرفة أغسل يدي ووجهي بالماء، وجاء إلي ولد أرسله الرجل الذي تزوجته، أخبرني أن أخرج وأسلم على عروسة جديدة بعائلتهم. وفتحت باب الغرفة ووجدت امرأة مألوفة وأختها، لكنهم نفس الشخص، لكن الأخت طويلة شوية. ومددت وجهي لأسلم عليهن، لكن هما لا، ولم نسلم، تحدثنا فقط. بعدها أرادوا أن يسلموا علي ليغادروا، لكن رفضت ودخلت غرفتي وقلت لا إله إلا الله. وكان معي نساء من عائلته، أردت دخول الحمام لكن لم أدخل لأنه كان في ناس كتير. وأرسل إلي الرجل الذي تزوجته، نفس الولد، حقيبة صغيرة سوداء كأنها للمجوهرات. اعتقدت أبي من أرسلها، وأردت أن أفتحها أمام النسوة، لكن واحدة طلبت مني إني أفتحها لوحدي، وفتحتها لوحدي وكان بها مجوهرات وساعة يد بيضاء جميلة وأوراق مكتوبة. وكان بالغرفة شالات كتير جديدة كأنها هدايا العرس، وكنت أتعرف على النسوة اللي معي بالغرفة. ربنا يرزقك الخير يا سمر. بس ده معناه إنه شخص تاني هيجيلك، لكن الشخص ده ربما إنه سبق له ارتباط ومنفصل أو مطلق، لأن معنى إني عايزاه يمضي على ورقة مسقوبة وإن هي سقطت من على السرير والكلام ده كله، فهي خلاص يعني امرأة انتهت من حياته، بس حابة إن يكون في رجعة، لكن مش هتتم. الشخص ده هيتقدم لك انتي، هيتم امره معاكي او مش هيتم امره معاكي الله اعلم، الامور هنا مش واضحة، لكن الواضحة ان الشخص ده هيكون ملح عليكي او متمسك بيكي يا سمر. هي دي المجوهرات والاشخاص اللي قاعد يرسلهم لك. مريم خليفة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا حبيبتي حلمت مرتين نفس الحلم، اني في المستشفى وبولد ولد وسميته تيم، وانا بنت. لسه ممكن تفسريهولي؟ ربنا يرزقك الخير يا مريم. بس ده معناه انه ان شاء الله باذن الرحمن هنا، طالما اني شايفه الولد اسمه طيب او شكله طيب او الكلام ده كله، اهم حاجه طبعا كان شكله. فالرمز هنا انه باذن الرحمن في خلاص ليكي من كرب، ده اولا. ثانيا انه في بشره هتاتيكي، طالما اني كنت شايفه الولد شكله بالنسبه لي مش مخيف او ما كانش فيه اي اذى، فده رمز لبشره هتاتيكي باذن الرحمن. جيكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفسير جمع الجوافة والفلفل الحار في المنام، الاتنين مش حلوين. يعني الجوافة لما تشوفها استعيذ منها، لأنها رمز شوية ان الشخص لازم يعني ينتبه على صحته، الشخص لازم ينتبه على صحته. الاتنين مع بعض ده رمز لمشكلات، مشكلات وهنسمع فيها كلام ومشاكل. هو ده الفلفل الحار، مشكلات وفيها يعني كلام مش طيب وحاجات كده مش طيبة، دول الاتنين لما ييجوا مع بعض. فانتبه من مشكلات تدخل فيها ويكون فيها كلام مش طيب، وان كانت بعدد الجوافة، عشان اكون قولتها لك عموما، ان كانت الجوافة بعدد معين في ايدك مش مجموعة كبيرة، فانتبه على صحتك. كارما، ماما حلمت فراخ بتاعتها ضاعت، ولقيتهم على السطح معاهم فراخ غريبة ابيض في اسود وبيض كتير حجمه كبير، ولقت قطة بيضة عاوزة تهجم عليه وخافت منها. ماما حلمت انها نايمة في الشارع، لقت شتا دخلت عمارة جميلة، اخدت الفرش بتاعها حطتهم على السلالم. وحلم التاني ده فسرناه يا كرمة، ده فسرناه ان بنتك ان شاء الله بإذن الرحمن ليها اخوة تاني، بمعنى انك يعني ان شاء الله باذن الرحمن ربما انه في عودة او في انفصال وزواج من حد تاني، الله اعلم بحالك، لان الرمز هنا ان بنتك لسه ليها اخوة. الحشرة الكبيرة اللي قتلتها والكلام ده كله، ده رمز لمشكلة كبيرة شغلة دماغها، بس هتتخلص منها باذن الرحمن. ربما ان في رجعة ليكي تاني يا كارما، عشان الشتاء اللي كانت شديدة وبعدين ماما رجعت دخلت العمارة. الجزء الاول، الفراخ بتاعت ماما اللي ضاعت، والفراخ الغريبة ابيض في اسود، وحاولوا القطة اللي حاولت تهجم، ده معناه ان في امرأة، ده معناه ان في امرأة بتحاول تأذيكي او تأذي واحدة من النساء اخواتك،
دي امرأة، هي دي القطة اللي بتحاول يعني تأذي الفراخ بتاعت ماما، ده معناه ان واحدة امرأة. هند اللبان، حلمت اني كنت عند اهل ماما وكان في واحد قاعد وراحت له، وبعدين ركبنا العربية وحطت أحذية كتير، وأنا نمت وبيصحيني بيقول لي بصي فوق في السماء لقيت لسه بدري النهار بيطلع، وإنه واللي كان سايق محمود ياسين، إحنا كنا راكبين قدام فوصلنا عندنا البلد ونزلنا ومشينا في آخر الحلم، مشي وسابني وقمت من الحلم فرحانة. طيب الشخص ده معلوم ولا مجهول يا هند؟ بصي يا هند، إن كان الشخص ده معلوم فاعرفي إن الشخص ده يعني إن الشخص ده هيحاول يتقرب منك وهيحاول يظهر لك محبة والكلام ده كله، بس صلي استخارة، معنى إنه سابني في الآخر الرمز هنا مش حلو، باقي الرؤية كلها رمز إن الشخص ده هيحاول إنه يتقرب منك أو إنه يكون فيه يعني معرفة طويلة ما بينكم، هو ده الفترة والركوب معاه والكلام ده كله، لكن انه يسيبني في الاخر فوقت ما يجيلك ان كان الشخص ده موجود بالفعل فصلي استخارة. شيري، رأيت اني في قاعة كأنها قاعة درس، جلسة الى طاولة مع زوجة خالي اسمها ربيع وامرأة اخرى لا اتذكر من هي، كان على الطاولة اطباق كتيرة في كل طبق قطعة كيك كلها متشابهة، ثم انضم الينا شاب مجهول، ده فسرناه اكتر من مرة يا شيري، فسرناه كتير قوي، هتلاقيه في اكتر من بس قبل كده، هو يعني ختامه ان في حد هيجيلك، هيجيلك عن طريق زوجة خالك، لكن هيتم امره او لا الله اعلم، لان انت اخدتيه منها لكن ما اكلتيش منه، فده شخص هيجيلك عن طريقها. ما انا مش فاكرة الرؤية يا بسمة امل. صفية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حلمت ان الدكتور كريم كتب رقم موبايله على ورقة وادهوني، انا في الحقيقة بتعالج عنده. لا ركزي في امره بقى يا صفية، ركزي في امره، لان ربما ان الشخص ده يعني هيحاول ان يكون فيه تواصل، هيحاول ان يكون فيه تقارب ما بينكم. منوعات مختلفة، حلمت ببرص كتير كبيرة وصغيرة على الحيطان الأوضة اللي كنت نايمة فيها وكنت خايفة، ده رمز الحسد يا منوعات مختلفة، ده رمز الحسد في حياتك، يعني كان الخير اذا قتلتيهم اذا خرجوا الكلام ده كله، لكن كده ده رمز ليه حسد، ومش حسد بس، ده حسد ونم، كتر البرص او الوزغ ده لما الاقي واحد ده بيكون حاسد ونمام، يعني بيشوف حاجات عندي بيحسدها وكمان بيروح يتكلم عليا وبيحكي عن الامور يعني اللي بقولها له. انا رأيت اني بذبح اضحية انا وامي المتوفية، وكنت وضع السكين على رقبة الكبش ولكن لم اذبح بعد، كأنه يوم العيد. طيب ربنا يرزقك الخير، بس ده معناه انه اخرجي صدقات علشان هتشهدي ان شاء الله بإذن الرحمن مناسبة طيبة جدا بإذن الله، ونسأل ربنا انه يكون ولد صالح، بس اخرجي صدقة. محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا متزوجة، رأيت في المنام أن قط أسود كبير الحجم يعضني من يدي ويهجم علي، لكنني أنقذت نفسي بعد أن عضني وكسرت له فكه ورميته، لكنني كنت خائفة أن ينتقم مني. طيب ربنا يحفظك يا رب. حصني نفسك، حصني نفسك، وعلى حسب اليد، لان ده يعني اليد اللي انت ذكرتيها دي خاصة بالرزق هنا، فحصني نفسك وادعي ربنا كتير ان الارزاق معاكي ما تتوقفش بإذن الرحمن. امينة، هي مش هتتوقف طالما اذيتيه، بس هو يعني كان حد حاقد وحاسد والكلام ده كله،
هيتسبب ليكي. هنا مش شيطان، هنا الرمز ده مش شيطان، بقولك حصني نفسك علشان يعني كثرة الدعاء والكلام ده كله، انه ما فيش حاجة تقع عليكي من شخص حاقد او حاسد، لانه هنا مش رمز للشيطان، هنا رمز لشخص حاقد وحاسد حابب يأذيكي او يأذي زوجك في امر خاص بالارزاق. امينة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حلمت صديقتي مطلقة لديها ابنتين برؤيتها لطفلة صغيرة تبكي ومليئة بالدم في كل جسدها ووالدها يبكي بحرقة، وتأثرت صديقتي بمنظر تلك الطفلة. طيب ربنا يحفظها يا رب، بس الرؤية مش طيبة فخليها تستعيذ منها. ريتا. اختي سمر. انا حلمت انه انا في جنازة والميت قام، طلع ياسر عرفات وقام ماسك ايد زوجي واخده معاه وقال لي حريحك منه، وبيني وبين زوجي مشاكل كتير وانظلمت معاه. ربنا يصلح حاله يا رب ويصلح حالك، اللهم امين. اولا المتوفى لما يحيا والكلام ده كله، ده رمز لاحياء امر، ده احياء امر ليكي متوقف. ياسر عرفات انه جاي ياخد شخص، فده رمز هنا انه بإذن الرحمن ده تيسير، ده تيسير في الحال، في حالك انت، لانه قال لك انت هريحك منه، فده تيسير في حالك ان شاء الله بإذن الرحمن مع الشخص ده. انت كنت بقى يعني شايفة معاه مشاكل كتير، ان كنت بتفكري في انفصال، اعرفي ان الامور مع الشخص ده الفترة اللي جاية ما تخافيش خالص من الشخص ده او من الشخص زوجك ده، لان الرموز بينك وبينه انك انت اللي داخلة على فترة راحة، داخلة على فترة تيسير في امرك بإذن الرحمن. بس صلي استخارة علشان معنى انه اخده ده، ربما انه في فترة مباعدة كده، في فترة مباعدة بينكم. مونيا. حلمت اني بسوق سيارة كأنها سيارتي التي كانت عندي، ولما ركبتها خبأت حقيبة يدي تحت المقعد وكنت بسوق جيد، ثم أوقفت السيارة بحرفية ونزلت وكأنه هنالك فرح، عدت للسيارة فإذا بشاب يهجم ليفتك مني شيء، ضربته بالحقيبة، كان يبعد ثم يعود، ضربته بحاجة من الفخار لم تؤذيه وراح. قلت لماذا سيارتي مفتوحة بلا سقف، ورأيت اني اشتغل بإدارة مشفى عوضا ان اسجل المرضى، كنت اعطيهم سندوتشات وفقت. ما انت كتبتيه امبارح وسألتك في البث، قلتلك هل العمل ده كان معاكي يعني في امرأة، ده رمز اولا انه يعني الفخار اللي ضربتيه بيها دي، ده رمز لانه شخص يعني حاقد وشخص حاسد، بس ده خاص بمجال ارزاق. لكن اللي ردت عليه امرأة بس مش انتي، ربما ان واحدة مقربة منك، واحدة كانت بتعمل معاكي، ده رمز ليه امرأة. الرمز السيء هنا هو السيارة اللي بدون سقف المفتوحة دي، ده رمز لانه يعني انتي ما فيش امور عندك مدارية، اي حاجة بتعمليها مكشوفة او معروفة للي حواليكي، فسهل انه اي حد يأذيكي في رزقك. الخير في المستشفى والسندوتشات اللي كنت بتعمليها، ده رمز ليه شفاء وزوال كرب ان شاء الله بإذن الرحمن، وانه في رزق هيجيلك لكن هيكون عليه زكاة. ام ميار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. انا متزوجة وبعيدة عن اهلي يعني مغتربة، حلمت اني انا وامي وجدتي واخي الاصغر نمشي في طريق تشبه الغابة، وكان في رجل ضخم وعملاق يهجم على كل الطريق ثعابين، وجدتي تقدمت في الطريق وأنا وأمي كنا خلفها بمسافة، مع العلم أن جدتي توفيت أمس بعد صلاة العشاء. وبعدين قام الرجل برجم الثعبان اللي عند أقدامي، وأنا مسكت في حلق التعبان، وكنت أكلم أمي تمسك معي علشان نقتل التعبان. مسكت أمي فوق يدي ومزقت رأس الثعبان بيدها. بصي، ما هو الغابة اللي انتي ماشية فيها ده الوضع اللي انتي فيه دلوقتي، ده المباعدة اللي انتي فيها، لكن وجودهم هم كان الرمز في اسمائهم يا ام ميار، يعني كان الرمز كلهم في اسمائهم.
جدتك ان هي تقدمت والكلام ده كله، برضو كنت حابة اعرف وضعها. الرمز ليكي انت هنا الثعبان اللي كان عند اقدامك. الثعبان اللي كان عند اقدامك ده، هل كان تعبان اسود فكلكم تلزموا رقية شرعية بدون ما نفسر، ولا كان تعبان لونه عادي؟ ان كان تعبان لونه عادي فاحذري، هو ان شاء الله مش هيصيبك لانك قتلتيه. ان كان تعبان لونه عادي فاحذري من شخص بيتمنى ليك التوقف حالك او توقف حياتك، فتحذري منه وتخلي بالك جدا، لانه اذا كان قرصك في قدمك، يعني القدم دي رمز للمعيشة ورمز لسند الشخص بمعنى اصح، فان كان صابك فيها كنت هتعرفي ان امور كتير في حياتك هتتوقف وتتعثر. فالخير هنا انك تخلصتي من شخص عدو، هتتخلصي منه يعني بمعنى اصح في الواقع باذن الرحمن. بس يا ريت يا ام ميار يعني ترسليها مرة تانية بالاسماء، لان الرموز هنا كلها في الاسماء، انا فسرتها لك عامة يعني، بس يعني يا ريت بالاسماء عشان بحب الحاجة تكون مفصلة. عزة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رأيت اني اشتريت كيس حنة، ولما فتحته لقيت مع الحنة سبحة سودة، فرحت بها كتير لاني كنت اريد شراء واحدة ووجدتها. انا ارملة ومعي شاب وشابات، ربنا يرزقك الخير. بس ده رمز لارتباط، ده رمز لي ان شاء الله باذن الرحمن. الحنة والسبحة هنا ده رمز لان ان شاء الله باذن الرحمن في ارتباط لاحد اولادك، وان شاء الله هتبشرينا بيه قريب، والله اعلى واعلم. دول كده الرؤى الخاصة بالكومنتات بتاعت الحلقة 2، وان شاء الله باذن الرحمن هنبقى ناخد الباقي. اترككم في رعاية وحفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.